شلون بيوت بهل جمال العمراني تصير مهجورة ويتركونها ناسها؟ ومعقولة ناس أرصدتهم في البنوك تتعدى مئات الألوف وهم فقارة؟ ناس ثلاجاتهم مليانة أكل بس ينامون يواعة، وغرف تبديل مليانة بأشكال وألوان من الملابس بس ما تلبس. عندهم أكوام من الذهب مخزونة ومركونة بالتجوري، تلقونها حتى مغبرة، وإذا يوي بيلبسونها لبسوها نفس هذه الأخت حتى زهوة ما في. أحس أن هذا الموضوع يحتاج مديتيشن وتفكير عميق. ليش هذيل الناس ما قاعد يعيشون حياتهم بالصورة الكاملة؟ ليش حياتهم ناقصة؟ شنو الإلمنت اللي مو موجود في حياتهم ومسبب لهم هذا الانزلاق من على سطح الأرض؟ يعني فعلياً هم عايشين مع الموتى. وحطيت قائمة صراحة يعني، وقلت هذه القائمة لازم أدرسها. أقصد قائمة بالنواقص، وأولها يمكن البركة، لأن البركة إذا وجدت في مكان تزيده وتنعشه وتعطيه حياة. هذا استنتاج. والاستنتاج الثاني اللي أنا أرجحه هو الطمع والجشع. ساعات الإنسان يضحي بسعادته من غير لا يدرك مقابل المال والموارد اللي تكون محيطة فيه، من غير لا يدرك إن هي أساساً حاطته في سجن ومانعته من إن هو يعيش حياته صح أو بالطريقة حتى اللي هو يبيها. وايد أشياء ثانية أيضاً وجدت في هذا الليست، بس أنا أشوف إن أعظم وأقوى العوامل هي البركة والجشع، لأن فعلياً الفلوس تعمل نفوس. السؤال المهم هني، هل أنتوا إذا حطيتوا في مكانهم راح تكونون مستعدين أنكم تستغنون عن كل الأموال والمميزات الموجودة في حياتكم مقابل السعادة والاستمتاع؟ الجواب إيه، وأكبر من هذا الإيه، لأن في بالحياة أمثلة حية حق ناس باعوا عروشهم وأسرتهم المخملية مقابل الشغف بالحياة. عندكم الأميرة ديانا، غنية طبعا عن التعريف، ضحت بالعرش مقابل أنها تعيش حياة سعيدة. هذه قصة أقوى. أحب أعرفكم على الأميرة سالمة بنت سعيد بن سلطان البوسعيدي، وهي سليلة عائلة البوسعيدي اللي مثل ما احنا عارفين حكمت سلطنة عمان وزنجبار من أواخر القرن الثامن عشر إلين يومنا هذا. أبيكم تتخيلون أن هي البنت المدللة من بين 36 أخ وأخت لنفس هذا السلطان، وبعد وفاة أبوها انتقلت للعيش على جزيرة التوابل الخاصة في أبوها في قصر حقها بروحها في زنجبار. كان عندها حشم وخدم وفلوس ومجوهرات وكل الأشياء اللي ممكن الإنسان الطبيعي يتمنى يحصل ربعها إذا معشرها. ومن هذه الجزيرة حصلت أكبر نقلة في حياتها وتحولت من الأميرة سالمة إلى إميلي روتي. شلون؟ اكتبت رسالة لقبطان إنجليزي كانت سفينته ترسي على مراسي زنجبار، وطلبت منه أنه هو يساعدها للهرب من هذه المنطقة إلى عدن ومن ثم إلى هامبورغ. في البداية كان قبطان السفينة خايف لأن هذه أميرة ومن سلالة عريقة وصعب أنه هو يتواجه مع أهلها، لكن مع إلحاحها وافق ونفذ لها طلبها بالضبط. وكتبت في مذكراتها الآتي: لقد غادرت وطني وأنا عربية خالصة مسلمة ملتزمة، وماذا أنا اليوم؟ مسيحية غير ملتزمة وأكثر قليلا من ألمانية. فعلا هي استبدلت حياة القصر واستبدلت هدير المحيط الهندي وعبق جزيرة التوابل بحياة خطتها بنفسها، حياة مخالفة تماما للحياة اللي نشأت فيها. وهذه مذكراتها وخط إيدها بالألماني.
وهني دفنت في ألمانيا مع كيس رمل من زنجبار. وهذه قصة ما تقل غرابة عن القصة اللي قبلها. هذا الملك إدوارد الثامن عم الملكة إليزابيث كان ملك المملكة المتحدة ودول الكومنولث وإيرلندا والهند منذ وفاة والده جورج الخامس. تولى العرش في 20 يناير 1936 وتنازل عنه في 11 ديسمبر من نفس السنة. ليش؟ لأنه يبي يتزوج واليس سيمبسون. تنازل أول يوم عن الحكم، وثاني يوم تنازل أيضاً عن ملكية إيرلندا. وكان معروف بمقولته الشهيرة أن أنا ما راح أقدر أقوم بدوري وبواجبي باستلام العرش بدون وجود المرأة التي أحبها بجانبي. واعتبر زواجه من امرأة مطلقة مخالفة صريحة للدستور البريطاني وبروتوكول زواج أصحاب العرش الذي لا يسمح للملك العازب بالزواج من امرأة مطلقة. وفعلياً عاش ومات بالمنفى معها في فرنسا. الملك إدوارد فعلياً ارتقى على العرش وتنازل عنه. وهذه قصة مشابهة للقصة اللي قبلها، بس الفرق إن هي ما صعدت على العرش وتنازلت، هذه قالت مبكر أنا ما بي خلوه حكم، أنا مستعدة إني أتنازل عن كل حقوقي وكل الفلوس والمظاهر والأشياء الحلوة اللي أنتوا توفرون لي إياها لأني بتزوج هذا. هذه الأميرة ماكو حفيدة إمبراطور اليابان لزم، وهي مغادرة اليابان ككل، قالت لهم خلوها حتى اليابان خلوها حكم، أنا راح أنتقل للعيش في نيويورك مع زميلي الجامعي اللي أنا تزوجته وأحبه ومستعدة للتنازل عن كل شيء. وهذا بعد ملك ماليزيا محمد الخامس يتنازل عن العرش عشان يتزوج ملكة الجمال الروسية، ياب منها ولد وطلقها. بعد الأمير البلجيكي اسمه أميدو لما يأس في الحصول على مرسوم ملكي من عمه فيليب للزواج قرر التنازل عن حقه في وراثة العرش. سوري ما لازم أغلط في اسمه، اسمه أميديو. وهذه الأميرة أوبلاراتانا راجاكانيا من العائلة الملكية التايلندية سوت نفس القصة، قالت لهم شبعوا في العرش يبا ما أبيه. وهذا بعد أمير هولندي اسمه يوهان فريزو وهو الوريث الثاني للعرش سوى نفس الشيء. كل اللي أبي أقوله أن هذول الأشخاص كلهم ما كان لهم قلب حديدي، لا لا كان قلبهم ذهبي يشوف ما وراء الأبعاد، وقرروا أن الحياة المادية ما تعني لهم شيء مقابل حبهم لأنفسهم، لأن على فكرة هو الحب القائم في كل هذه القصص ما كان حب للطرف الآخر، هذا كان حب للذات، كانوا يحبون نفسهم أكثر. وقالوا خلونا نبني حياة ثانية، ما حد يبي من أحد شيء، بس أن احنا نحب أنفسنا ونحب بعض، حياة بدون الاحتياج الباصج. بدل ما احنا نثق بفلوسكم وبعرشكم وبكل هذه الأشياء المتوفرة، ثقتنا فقط بالله.